تمار، خليني بقى اخد حضرتك لمباراه بكره، مباراه مهمه، مباراه صعبه، مباراه صعبه للنادي الاهلي، لانه في النهايه انت بتلعب فريق اهم حاجه بالنسبه له ان هو ياخد الثلاثه نقاط علشان يقدر يكمل او يقعد في الدوري الممتاز. زي ما قلت كده اسلام، كل المشيات صعبه. انت النهارده يعني اللي فوق اللي بيحارب على بطوله الدوري العام الثلاثي، اذا كان الاهلي والزمالك وبيراميدز، والقاع طبعا اللي موجود فيه المقصه، موجود في استر كومباني، ويعني في الجونه برضك فيه خطوره، المحله فيه خطوره، فمباراه طبعا في منتهى الصعوبه. يعني كان في امبارح تعليق لكابتن علاء عبد العال، وده طبعا ده ابن النادي الاهلي من المدربين المحترمين، يعني هو يمكن يعني حظه سيء جدا ان هو بيشتغل مع الفرق يا عيني اللي التملي بتصارع على الهبوط، لكن هو من ضمن المدربين المصنفين بصراحه، راجل محترم، راجل عنده فكر، بيروح كمان بيقدر اسلام بيغير شكل الفرقه اللي بيشتغل معاها. يعني احنا لما تولى يمكن استر كامباني كانت الامور صعبه جدا جدا، قدر يغير في 12 13 لعيب، النهارده بدا يكسب فرق، وبدا يعني في ثقة ان هو عايز يبعد عن شبع الهبوط خلال المباراة السابقة. اكيد هيبقى في سيستم بالنسبة لعلاء، ان هو اكيد 100% عارف انه بيلعب النادي الاهلي، نادي القرن، نادي البطولات، عارف ان النادي الاهلي بمن حضر، عارف النادي الاهلي عنده ظروف صعبة جدا خلال فترة حوالي 12 لعيب مصاب، في بعض اللعيبة في الراحة، لكن اسلام عايزين نتكلم كره شويه بالنسبه للي موجودين، يعني بالنسبه للعيبه اللي موجوده. يعني انا شايف مستر ريكاردو بيختار طريقه 3-4-3، وهو شايف ان الطريقه دي مناسبه للمجموعه اللي موجوده معاه خلال هذه الفتره. بس انا عايز اقول يا اسلام ان لسه كنت بتكلم مع كابتن عادل قبل ما نطلع الهواء، لما اللي احنا اتعودنا واللي اتربينا عليه، لما يبقى في اختيار للتشكيله او اختيار للفرقه، انت بتختار اولا رقم واحد الخبره، الخبرات اللي موجوده في الفرقه. بمعنى يعني انت مثلا في حراسه المرمى عندنا علي لطفي، اوكي، عندنا في خط الدار عندنا رامي بيقود الثلاثه اللي موجودين معاه، عندنا في نص الملعب عندنا يانج بيقود اذا كان فخري او اذا كان محمد محمود لما بيبدا يشارك. يانج بقى انا محتاج يريح من بدايه من يعني انا طبعا عرفت ان يانج احتمال يريح في خلال الفتره اللي جايه. الجزء القداماني محتاجين وليد يا اسلام، وليد بالخبرات اللي ربنا اداها له، بالمجهود، بالروح، بالدوافع اللي موجوده عليها وليد، يقدر يشكل لنا جزئيه بتاعت التنظيم رقم 10، التنظيم بتاع الهجوم من خلال الاطراف او من خلال العمق او من خلال الخبرات اللي موجود عليها وليد. ثم حسام حسن، تملي العمود الفقري ده يا اسلام، انا لسه كنت بقول للكابتن عادل حتى لو مش موفقين اسيبهم، بس محتاجين راحه يا كابتن، يعني فيهم العناصر محتاجه راحه. يعني مثلا زي ما انت قلت يانج، لكن وليد بقى له فتره محتاجين وليد بشكل كبير جدا. اسلام، النقطه الثانيه خصوصا لما انت بتلعب بالثلاثي الامامي اللي فيه زياد ناحيه اليمين، في ميكسوني، في احمد سيد غريب، فانت محتاج حد تحتيهم بقيمة وليد، تحت محتاج حد تحتيهم يقدر يلعبهم. وليد حافظ لعبته وعارف زياد محتاج الكرة فين، صح، عارف إمكانيات زياد، لما لعب له كرة في رجله عارف إن زياد وهو كرة في رجله يقدر يخترق ويقدر يروح واحد ضد واحد ويقدر يوسع لنفسه، زي الجول اللي جابه في مباراة الاتحاد. لكن انا ما اقدرش اعمل كروس لزياد ما بيلعبش بدماغه. يعني حتى الكروسات اللي احنا في المباراه اللي فاتت من ضمن الجمل التكتيكيه اللي مستر ريكاردو بيعتمد عليها، واحنا كمان حتى متورثينها ومشهورين بيها، حته الاطراف، الجناب، يعني الباكين مع الجناحين. فالنهارده محمد هاني معظم الكروسات اللي بيبعتها في التلت الهجومي عايزه اتقان بس شويه. هاني انت عارف ان احمد سيد غريب بيلعب بدماغه كويس، فمحتاج الكره تبقى موجوده عنده مش بعيد عنه، لان بعيد عنه ميكسوني ما عندوش الانضمام كراس حربه تاني وما بيجيتش العاب الهوا. صح، نفس الكلام بالنسبه لزياد، اذا كان مثلا كريم من ناحيه الشمال بيبعت كروس
عايزينه يبقى بتقان على دماغ احمد سيد غريب او حسام لما بينزل، لكن لما بتعدي في مشكله بالنسبه لزياد، ما بيعرفش يلعب بدماغه. الحاجه الثانيه الاطراف مهمه جدا. اهي الصوره يا كابتن اهو. شفت بقى؟ يعني جايبها لك على طول. عايز اقول لك يا كابتن الصوره دي يا كابتن حبيبك اسلام طبعا. اولا بتوريك الروح والانقضاض والدوافع اللي كانت موجوده عندي. ثانيا العاب الهواء، انت بتتعامل مع رصان حربه اطول مني، وفاروق جعفر من اللعيبه اللي بيشترك كمان بينط. فاروق ما شاء الله قصير القامه لكن عنده جامبنج عالي جدا. الحاجه الملفته هنا بقى يا كابتن اسلام ان عينيا مفتحها يا كابتن عادل. فالعاب الهواء مسافه ما تلعب الكره بدماغك يا اسلام بتلاقي غصب عنك بتغمض عينيك. يعني كل صوري كده بهذا الشكل وعينيا مفتحه. يعني شايف الكوره، لازم تبقى شايف الكوره طبعا عشان شاف الكوره. وطالع عشان اذا كانت محتاجه تشتيت اقدر اشتت، اذا محتاجه ان انا ابني هجمه بيها اقدر العبها لبعض الزمايل اللي في نص الملعب. عارف اللقطه اللي فاتت دي؟ هات لي اللقطه اللي فاتت دي، اللي فاتت الصوره اللي فاتت. احلى حاجه في الصوره دي ايه بقى؟ لا الشكل يا اسلام احلى حاجه فيها يا كابتن ان فيها جمهور. فيها جمهور. طبعا يعني طبعا هو مش باينين، لكن اقل حاجه أنا اسلام بالنسبة لي دول اقل حاجه يعني. في مباراه الدوري كان بيبقى من 65000 ل 75000 في كل مباراه. المنتخبات كانت ب 120000 يعني منتخب مصر كان بيقعدوا على طبعا على عواميد النور وكان حاجه جميله يعني. فهرجع تاني اسلام اقول لك ان في حاجات محتاجه الاداره الفنيه كمان تحط ايديها مع مرونه تكتيكال للاعبين. الحاجة التانية كمان يا اسلام اللي احنا محتاجينها خصوصا في التلت الهجومي، قول دلوقتي احنا بقى عندنا التلاتة اللي ورا عبد المنعم ومتولي ورامي بقى عندهم يعني يقظة بشكل كبير جدا في حتة الرقابة، في حتة المان، في حتة التغطية، في حتة بداية الهجمة. يعني كنت بتكلم مع كابتن عادل برضك، ايه المانع لو احنا في اخر نص ساعة والفرقة اللي قدامنا خلاص بتلعب راس حربة واحد، ايه المانع ان انا اضيف رامي ستة او ثمانية يزود لي الجزئيه دي؟ انت عارف ان محمد عبد المنعم كان بيلعب راس حربه يا كابتن عادل في بعض الاوقات لغايه تقريبا 19 سنه زي وائل كده. لا بجد مش انا مش يعني ممكن يلعب راس حربه محتاجه ان احنا ندفع بيه في اخر نص ساعه مثلا. جوزيه عملها مره معايا بس ما كانش فيه مع وائل. ما كانش فيه ساعتها رؤوس حربه في الماتش ده تحديدا، يعني محل انا متذكر او حاجه كده. وفي نقطه اخيره كمان يا اسلام مهمه جدا واحنا كنا بنتكلم عليها تملي يمكن كابتن عادل كده، التصويب من خارج ال 18. يعني احنا المباراه اللي فاتت كان في جرأه من يانج، حتى محمد فخري بدا يعني واخد بالك ياخد جرأه. محمد محمود لما نزل يعني محمد محمود برضك من ضمن الحاجات كمان يا اسلام محتاجين وقت اكتر من كده. يعني الولد عنده روح وعنده حيويه وعنده نشاط، ومعظم الانديه دلوقتي النهارده ورا محمد عايزه اعاره، عايزه بيع يعني. فبرضك من ضمن الحاجات اللي احنا محتاجينها محمد محمود ان ياخد فرصه اكتر من كده. حسام حسن ايه المانع ان احنا نلعب براسين حرب في اوقات؟ ممكن احمد سيد غريب بيلعب بدماغه، حسام بيلعب بدماغه، لو ما راحتش لحسام تروح لسيد. فدي برضك من ضمن الحاجات اللي احنا محتاجينها الفتره الجايه. محتاجين نشوف كذا شكل. الحاجه الاخيره بقى اسلام، في تقييم يا جماعه، في تقييم من المدير الفني، لازم الناس تعرف كده. يا هقعد في الجنه دي يا هطلع من الجنه دي اروح النار. لازم اللعيبه يوصل لها كده اسلام، لازم اللعيبه تعرف ان في تقييم فني. خمس مباريات او ست مباريات او سبع مباريات، الراجل هيقول اكتر من 10 مين يقعد معايا ومين يمشي ومين يعار. فانت النهارده في دور كبير جدا على اللعيبه يا جماعه، لازم ناخد بالنا من الحته دي. لازم نرجع تاني للروح القتاليه العاليه وروح الفنيه الحمراء والدوافع بتاعتنا. أيوة. في مباراه الاتحاد يا اسلام كان واضح قوي ان في توفيق من عند ربنا سبحانه وتعالى، ربنا عايز يدينا. نتيجه اصرار اللعيبه الصغيرين مع الكبار. طبعا. فنتمنى الفتره اللي جايه دي نشوف الدوافع دي مره ثانيه، والاصرار بتاع اللعيبه وروح الفنيه الحمراء. وفي نفس الوقت كمان يا اسلام احنا تعودنا اول ربع ساعه او ثلث ساعه بننزل نضغط على الفرق. ده شعار من 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 115 سنه. النادي الاهلي بيخلص المباريات في اول ربع ساعه، في اول ثلث ساعه. ايوه. فنتمنى ان شاء الله نرجع للضغط ده
من بدايه المباراه، ونتمنى ان احنا نحرز في الاوقات اللي هي الربع ساعه ثلث ساعه هدف يفتح الجيم بشكل كبير جدا ويريحنا ويدي ثقه للجميل ويدي ثقه للعيبه وللجهاز الفني.